اهلا بكم واعماق الروح. والنهارده هنتكلم عن سحر توأم الشعلة، الاتحاد الذاتي، وسبع مفاتيح للانسجام. توقف عن الهروب من الظلام الخاص بك. سحر الاتحاد الذاتي لتوأم الشعلة، وايه اللي بيجرى في محاولة اخبارك حقائق صعبة حول الكيمياء ذات توأم الشعلة. من الحين والتاني بيتقال لي ان انا اعمل فيديوهات تهزك شوية، عشان بشوف كتير قوي من التوائم بيعانوا من نفس المشكلات، ومش بشوف ايه هو المطلوب لتغييرها. وزي دلوقتي كده لو انت مش عارف فانت مش هتقدر تغير اي حاجة لو انت مش على علم بالمشكلات دي. عشان كده فيديو النهاردة هو جرس انذار تاني، لانه لو لم تكن الامور سعيدة في اتصالك، فده بيكون انعكاس بطريقة ما للي بيجرى بداخلك. انت السبب فيه. اذن كيف تتعامل مع نفسك؟ هل تظهر لنفسك؟ هل انت لطيف ومحب ومحترم تجاه نفسك؟ هل تتصرف زي الكائن المستنير والمحب والمسالم اللي يريد أن يكون توأم الشعلة معاك؟ هل تتخذ إجراء لنفسك وإنك تكون صادق مع روحك؟ هل تقوم بعملك الداخلي، خاصة لو كنت عايز منهم ان هما كمان يشتغلوا على نفسهم وان هما يستيقظوا؟ ورقم 7، هل انت كامل ومتحد مع جميع جوانب نفسك، الذكورية وأنوثية والطفل الداخلي والذات الإلهية في داخلك؟ لو لم يكن كذلك فقد حان وقت التغيير. وانا مش بقصد هنا ان اكون قاسية مع ده، بس لما بتتمكن من معرفة مكان وجود المشكلات بتقدر ان انت تبدأ في تغييرها. ممكن مش كل حاجة مرة واحدة، بس انت لازم تبدأ في التحول اولا وقبل كل حاجة، عن طريق ان انت تصبح اكثر وعيا. وعشان انا ضمن ليك، لو المواضيع ما مشيتش بالطريقة اللي انت عايزها، فده هو المكان اللي بتتعطل فيه الأشياء. ايه اللي بيفتقده الكثير من التوائم؟ معظم التوائم سمعوا عن مرآة توأم الشعلة، لكن كل قليلة منهم اقتربوا من رحلتهم مع وضع ده في الاعتبار. يعني الشيء في الموضوع ده هو ان الاتصال هو رباط روح الى حد كبير متخطط له قبل كده، من قبلك انت وتوأمك، ومقيدة بعقود روحية عشان تعلمك حاجات مهمة. مش حاجة ممكن ان انت تصلحها بقراية ولا حاجة على الانستجرام ولا مع تعويذة من حد او كده، او مثلا قرص دواء او ده كده عشان يعمل لك سحر الاتصالك. لا، الحقيقة هي انك روح، وانت جيت هنا عشان تستيقظ على نورك. ومش هتقدر ان انت تعمل ده لو كنت انت مش بتتعامل مع ذاتك. نادرا ما بيواجه التوائم اللي بيسألوا نفسهم الاسئلة القوية دي، اللي ممكن انها تغيرهم كثير للافضل. بيسألوا نفسهم رقم 1،
كيف يعيدني هذا الوضع إلى نفسي؟ إزاي بيغيرني الموضوع يعني وبيرجعني لنفسي؟ إزاي بيعكس توأم الشعلة عكس الظلال أو المشكلات الداخلية الخاصة بي في الوقت ده؟ رقم 3، إيه اللي ممكن أنه يسببه الانعكاس الخارجي في داخلي؟ اللي بيتم استدعائي لمواجهة وشفاء لتجربة المزيد من الحب والراحة في ده، ايه بقى اللي بيتم استدعائي فيه؟ كيف احتاج الى الظهور بشكل مختلف في ده للحصول على النتيجة الخارجية التي اريدها؟ الاسئلة دي روحك مستنية ان انت تقولها لنفسك، واللي بيدفعك إليها الكون، وكمان احتمال إن ده يعني يفضل كده لفترة طويلة. الأسئلة والمفاتيح ممكن إن هي تسألها لنفسك وتفتح اتصالك بتناغم عميق، هي دي. هل الاتحاد الذاتي لتوأم الشعلة حاجة؟ أيوة طبعا. حوالين اي شخصين بيتعلموا ان هم يحبوا نفسهم بتدور علاقه توأم الشعله زيهم زي اي يعني زي بعض. الموضوع مش سهل دايما، بيتطلب منك تفاني ووعي ذاتي، بس لما بتعمل ده بيرجع لك حاجات حلوه كتير جدا. الانسجام لازم ان هم يبداوا توأم الشعلة في النهاية بحب الذات. لو كانوا عايزين الانسجام لازم يبدأوا بحب الذات، وإلا فهيكون في اضطرابات ومشاكل وجري ودراما وغير ده كلنا عارفين يعني. واللي بيفتقده الكتير جدا من الناس هو إن جزء مهم من حب الذات هو مواجهة ظلالك عشان تظهر لنفسك، عشان تكون شجاع مع نفسك، عشان تدفع نفسك إلا ما وراء أي أنماط سامة بتحاول إن أنت تخليك عالق أو في مقاومة، عشان تدي نفسك اللي أنت تستاهله وهو اللي هينادي بيه نظامك. قبل كل حاجة لازم تتوقف عن الهرب من نفسك. حب الذات كعنصر حاسم في الانسجام هو فعلا مهم جدا، وهو اللي بيدور حواليه فيزيو النهاردة. هي الطريقة اللي انت بتتعامل بيها مع وضعك. ايه اللي انت بتحطه في العالم بيجذب مرآة قوية في توأم الشعلة مليئة بالنعيم او المعاناة. وانت كتوأم شعلة ممكن ان تكون علاقة توأم الشعلة الخاصة بيك جزء كبير من كيفية انتهاء ده. لما بتظهر لنفسك، لما بتتحول لمستوى اعلى، لما بتتقن الاتحاد الذاتي، بيبدأ وضعك الخارجي في عكس الانسجام. بدل من الصراعات والدراما والكتل البسيطة والظلال او الصمت، هي رحلة داخلية زيها زي اي رحلة تانية. هل يمكنك إذن أن تحب نفسك بقدر ما تريدهم؟ هل يمكنك تجسيد الاحترام والثقة والأشياء الأخرى التي تريدها منهم من أجلك؟ هل يمكنك أن تكون من النوع الذي تريده أن يكون؟ هتقدر؟ لو ما كانش كده فده معناه أن الأشياء مفقودة في نظامك، وبيمنعك ده من الاتحاد والوصول ليه في الداخل والخارج. طيب لماذا لا أحد يحاول أن يؤذيك؟ هو مرآة روحية. توأم الشعلة بيكون مرآة روحية هيساعدك كتير على تذكر الاتصال. لو كانت المواضيع صعبة فالكون مش هيحاول إن هو يؤذيك. الكون اللي بيسخره ربنا لينا، التوأم الخاص بيك مش هيحاول انه يأذيك. هما هيستجيبوا لحالتك الداخلية،
توأمك لا يستطيع مساعدتك في ده، لأن نظام الطاقة لديه بيستجيب ليك دايما تلقائي. ده معناه ان اي مشاكل داخلية غير معافاة عندك انت مع نفسك ومن تربيتك بتميل انها تنعكس في المرآة لكيفية تعامل نفسك الاخرى معاك. اعظم هدية بقى للكل توأم الشعلة بالطريقة دي، ممكن انها تكون علاقة اعظم مصدر للنمو والكيمياء والحب، رحلة للحب غير المشروط. لكن لازم دايما ان انت تبدأ من جوه من الداخل، عشان مش هينفع يحصل ده بدونك. واللي بيعتقدوا ان نظيرهم توأم الشعلة لازم يجري كتير قوي، لكنه انعكاس حقيقي ان هما بيحاولوا الهروب من ظلالهم الداخلية. هما ممكن يتخلوا عن نفسهم. استمع الى المرآة فتصبح ألطف، يصبح الشفاء بدل من أن يكون مصدر للمعاناة. كيف تتعامل مع نفسك دي وصفة لكيفية تعاملهم معاك، والعكس صحيح. كيفية جعل المرآة ألطف، وده يعني كتير قوي من الناس بتفتقده لما بتعمل بالموضوع ده. لما بتقوم بعملك الداخلي بيكون الموضوع سلس جدا. انت بتستكشف وبتتعلم امتى وفين بتكون في ظلال، وبتشفى وبتعزم على الامور وبتقدر بما في ذلك لو كنتوا مع بعض جسديا، يعني كنتوا مع بعض بتتكلموا، يعني مش قصدي جسديا يعني في علاقة، لأ يعني وجود مادي. في الواقع غالبا ما بيكون التوائم اللي بيعملوا عن طيب خاطر على نفسهم في علاقة مادية مع بعض، بيشوفوا بعض بيتكلموا مع بعض، مش بيكونوا يعني على انفصال او لسه معرفوش بعض او كده. توأم الشعلة اللي بيحاولوا الهروب من ظلمهم وخوفهم وانعدام الامن لديهم، هما للأسف هما اللي بيميلوا لمواجهة معظم المشاكل، حتى لو كان الأمر فاقد للوعي بالنسبة ليهم إن هما يجروا. لو ما كانش متأكد لو كان ده بينطبق عليه ولا لأ، فأنت برضو ممكن تقدر تستخدم الأسئلة اللي احنا قلناها في الأول. لما مش بتقدر تسمع لروحك اللي بتنادي بالعمل الداخلي، فهي بتنعكس في مرآة توأم الشعلة على الخارج بدل من ده. وساعتها لما بيبدأ الانفصال والجري والمطاردة وكل الدراما تحدث، هي مش مرحلة توأم الشعلة، ده بيكون رد فعل ظل بقوة لمحاولتك التخلي عن نفسك. هي محاولة ان انت تخلي نفسك تبدأ في الاستماع للشفاء عشان توصل للوحدة وتحب بجد وتحصل على ما تتمناه وتستحقه. مواجهة الذات الخاصة بيك، اسأل نفسك، خليك صادق مع نفسك. هل تجسد الاتحاد الذاتي الداخلي اللي هيخلي الانسجام الخارجي ممكن؟ انت بس اللي تقدر تقرر ده. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. يا رب تكون عجبتكم، يا رب تكون استفدتوا منها وفهمتوها. ولو انتوا اول مرة بتسمعوني يا ريت تفعلوا الجرس وتعملوا سبسكرايب عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي اللي جاية. لو انتوا عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك، ولو انتوا عاملين سبسكرايب ما تعملوش تاني لو انتوا ناسين اعمله. وبس كده، واشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. مع السلامة.